لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مدينة أسفي وبالضبط من هنا من ملعب المسيرة الخضراء أين يستقبل نادي أولمبيك أسفي ضيفه نادي الرجاء الرياضي برسم منافسات الجولة 16 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. بعد قليل ستبدأ المواجهة، بعد لحظات ستبدأ المنافسة بين فريقين يتوفران على كل الإمكانيات في فرصة أولى، في محاولة أولى للمسفيوين تصل سهلة بين يدي حارس المرمى أنس زنيتي. أنس زنيتي واحدة فقط من المتصدر ومن صاحب المركز الثاني، وهذا الترتيب سيكون مؤقت حتى نهاية مباريات هذه الجولة، الجولة 16 من البطولة. ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي التوغل، حكم المواجهة يعلن عن خطأ، خطأ لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. كانت فرصة وكانت محاولة، تدخل كان من اسماعيل مقدم، هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة، كانت تدخل مري محروس، من الذي سيسدد؟ سعد المرسل التسديد، لكن تدخل في الوقت المناسب من محمود بن التيك. عبد الغفور من جديد، سعد المرسلي سيسدد، سعد التسديد، التسديد، لكن دفاع نادي الرجاء الرياضي يتدخل في الوقت المناسب، دفاع نادي الرجاء، هناك لاعب ساقط على الأرض في فترة باتريس كارتيرون، فرصة في منطقة الجزاء لمصلحة نادي أولمبيك أسفي، لكن التغطية دائما لعناصر نادي الرجاء الرياضي. الكرة اصطدمت بالقائم الأول، الكرة كادت أن تسكن شباك الحارس المهدي، ويا مذكور يسدد، كاد أن يغالط فرص من جانب عناصر نادي أولمبيك أسفي، إيصال الكرة لماري، لكن التدخل في الوقت المناسب من إسماعيل مقدم الذي كان في المكان المناسب. فرصة لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. عبد الله ديارة حكم اللقاء، حمزة الفارق يعلن عن خطأ ارتكبه محمد بولكسوت. نادي أولمبيك أسفي، سعد المرسلي بعيدا كل البعد عن الخشبة الثلاث لمرمى الحارس أنس زنيتي. التنفيذ هنا للاستعداد، التنفيذ الركنية، لكن كانت المتابعة بشكل ممتاز من دفاع نادي أولمبيك أسفي. ما زالت الكرة لعناصر نادي ديارة، لسعد المرسلي، ما زالت الفرصة متواصلة لعناصر نادي أولمبيك أسفي، لكن التدخل، التدخل الكروي الذي لم يحقق فيه أي فوز حتى الجولة الخامسة عندما فاز على نادي حسنية أكادير بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار. التسجيل ويواصل البحث عن المنفذ الذي سيوصل حمزة خابة أو محمد بولكسوت. لما سجل أكثر من 20 هدف في الفترة التي لعب فيها بقميص نادي أولمبيك أسفي حمزة خابة، يعتبر هذا الموسم هو الأول بالنسبة لخابة بقميص نادي الرجاء الرياضي. الدفاع يتدخل، دفاع نادي أولمبيك أسفي تدخل في الوقت المناسب، هنا فرصة، لكن حكم اللقاء يعلن عن خطأ حمزة الفارق، الخطأ الذي ارتكب منطقة الجزاء محمود بن التيك. العرضية قادمة من بن التيك، محمود، المتابعة من روجي أولو، المطالبة بركلة جزاء، يطالب روجي أولو والفارق بالإعلان. هي كانت من مذكور، ما زالت الفرصة متواصلة، ضربة راسية، جول 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 جول، لكن الهدف حكم المواجهة. إذن هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي، جول أول في اللقاء، هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي. كانت هناك إصابة لأسامة محروس، الهدف الأول لنادي الرجاء الرياضي الذي يتمكن من التسجيل ويتمكن من الوصول للشباك في الدقيقة 35 من شباب السوالم الرياضي. هنا فرصة لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي، يتدخل كان في الوقت المناسب، مازالت الفرص، هنا التسديد وصلت بأمان بين يدي حارس المرمى المهدي، ويضغطون في هذه اللحظات. هنا العرضية، عبد الغفور، عبد الغفور، جول 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 جول، يوسف
يسجل بالخطأ في مرمى، يسجل بالخطأ في مرمى مدافع نادي الرجاء الرياضي. فرحة جنونية وفرحة هستيرية هنا في مدرجات ملعب المسيرة الخضراء. ينجح نادي أولمبيك أسفي في تسجيل هدف التعادل، أعتقد وقت المناسب من دفاع نادي أولمبيك أسفي. هنا فرصة محاولة دائما حمزة خابة، لكن الكرة خرجت ركلة مرمى أو ركنية لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي. كان التدخل من سليمان المراني في سعد لعبد الغفور، تأخر كثيرا عبد الغفور، كان وصول في الوقت المناسب لمحمود بن التايك. حكم اللقاء يعلن عن خطأ لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي. بطاقة صفراء لأسامة سعد المرسلي، يتقدم سعد لكن محمود بن التايك يتدخل ويرتكب الخطأ، خطأ لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. وأعتقد ستكون هي الفرصة الأخيرة وهي المحاولة الأخيرة في هذا الشوط. هنا اللقطة اللي تدخل فيما تنفيذ منصف العمري، تنفيذ الركلة الحرة المباشرة من منصف العمري، تعود الكرة من جديد محمد بولكسوت. محمد بولكسوت أخضر، يواصل منذر الكبير تقديم تعليمات للاعبين، يعرف جيدا أهمية تحقيق النقاط الثلاث، ويعرف نادي أولمبيك أسفي محاولة التقدم في منطقة الجزاء. حكم المواجهة طلب مواصلة اللعب، فرصة إمكانية التسديد، التسديد كانت تسديدة لكن اصطدمت. وليد غيلوف من وليد صال الكرة لمهري، يتقدم مهري لكن خروج حارس المرمى، خروج أنس الزنيتي في الوقت المناسب. تمريرة رائعة من أنس لكن التدخل بلدي سيف على عبد الإله، العرضية من مذكور، ضربة رأسية قادمة لنادي الرجاء الرياضي. ما زالت الفرصة، ما زالت الفرصة متواصلة. هناك خطأ، هناك خطأ للمهدي ويا الذي تعرض للإصابة. سلامات إن شاء الله للمهدي ويا الذي تعرض لأخرى لمرمى الحارس أنس الزنيتي. تعود الكرة من جديد، فرصة تسديد، كانت فرصة وكانت محاولة تسديدة سعد المرسلي في اللقطة. تنفيذ يسري، التنفيذ، تنفيذ الركنية، ضربة رأسية، ضربة رأسية لكن لم تكن بالشكل المطلوب من جمال حرك. نجم نادي الرجاء الرياضي السابق سفيان الذي كان قد انضم لنادي، هنا فرصة لفائدة نادي الرجاء الرياضي، إمكانية التسجيل، ما زالت الفرصة متواصلة. حكم اللقاء يؤكد بأن الكرة تجاوزت الخط، ركلة مرمى لفائدة ولمصلحة محروس. التمرير، ما زالت الفرصة متواصلة، التحضير، إمكانية التسجيل، جول 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 جول. محمد المرابط، محمد المرابط يسجل لنادي أولمبيك أسفي في الدقيقة 72. ينجح نادي أولمبيك أسفي في الوصول للشباك وفي الوصول لمرمى الحارس أنس الزنيتي للمرة الثانية في هذا اللقاء، للمرة الثانية في هذه المواجهة. وصلت الكرة لمحمد.